السؤال الثاني يتعلق بتغسيل المرأة. يقول فيها السائل: توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ولا زوج لها، بل يوجد فيه ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها أم لا يقوم؟ الأرجح أنه لا يقوم، بل يتيمم، يعني يؤممها وليها، يعني ابنها يؤممها، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية غسل الجنابة، غسل الموت، ويكفي، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين، إما امرأة وإما الزوج والسيد الذي تباح له. نعم. أما في هذه الحال إذا يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي فإنها تيمم على الراجح. نعم. يعني يضرب التراب بيديه، يمسح بهما وجهها وكفيها بنية وصل التغسيل عن الموت. يعني التيمم هنا يشابه التيمم للصلاة. نعم. مثل الصلاة سواء. يعني لا يمسح مثلا على بقية جسمها. وجهها وكفيها بس مثل الصلاة. أحسنتم. مثل الذي عليه جنابة ولا عندهما. نعم. نعم.